السلام عليكم ورحمة الله. خبر اليوم: علمنا من مصادر مطلعة أن مسؤولي فريق جنوى الإيطالي يرغبون في استدعاء فريق الرجاء الرياضي للمشاركة في دوري ودي ينظمه الفريق الإيطالي الصيف المقبل تحضيرا لمباريات الموسم الرياضي المقبل، وذلك من أجل توطيد العلاقة بين الفريقين. ومن المرتقب أن يشارك في هذا الدوري الودي إسبانيولا كل من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، إضافة إلى فرق من أمريكا وآسيا. وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن مسؤولي جنوى يرغبون في إحياء دوريين ضوء لقدم اسمه إسبانيولا كان ينظمه النادي الإيطالي سنويا وتوقف عن تنظيمه لأكثر من 5 سنوات.